الدرس الثامن: آثار الإيمان باليوم الآخر. يؤمن المسلم بأن الله سبحانه سيبعثه يوم القيامة ليحاسبه على كل ما قدم من عمل، فيحرص على الفوز بالجنة والنجاة من النار. وهذا الإيمان هو الأساس في تزكية نفس المؤمن وتهذيب سلوكه، وله آثار كثيرة في بناء المجتمع المسلم. من آثار الإيمان باليوم الآخر على الفرد والمؤمن: 1- الإيمان باليوم الآخر هو أساس استقامة المسلم على طاعة الله سبحانه، فإيمانه بالجنة يدفعه إلى الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والحرص على فعل الطاعات ليفوز بنعيم الجنة الكبير الخالد، وخوفه من عذاب النار يدفعه إلى الابتعاد عن المعاصي والسيئات. قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. صدق الله العظيم. 2- يربي المؤمن على البذل والعطاء، فإيمان المؤمن بأن الله سبحانه سيعطيه على الحسنة 10 أمثالها يدفعه إلى بذل الغالي والنفيس ابتغاء رضوان الله سبحانه. 3- يخفف مصائب الدنيا وهمومها، ويدفع المؤمن إلى الصبر على الشدائد، لأنه يعلم أن الله سبحانه سيجزيه على صبره خير الجزاء. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. 4- التخفيف عن المظلومين والمستضعفين، لعلمهم بأن الله سبحانه في ذلك اليوم يعاقب الظالمين وينصف المظلومين، وهذا يملأ نفس المؤمن طمأنينة ورضا، لأنه يعلم أن الظالمين لم يفلتوا من عقاب الله سبحانه. 5- الإيمان باليوم الآخر يدفع المؤمن إلى تربية أولاده على طاعة الله سبحانه خوفا عليهم من عذاب النار. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. آثار الإيمان باليوم الآخر على المجتمع المسلم: 1- يحمي المجتمع من الوقوع في الجريمة، فالإيمان باليوم الآخر يمنع من ارتكاب المعاصي وانتشار الجريمة. 2- الزيادة من الثقة في العلاقات الشخصية والعامة، فيشعر الإنسان بالاطمئنان في تعامله مع الآخرين، لأن أبناء المجتمع منضبطون بأحكام الشريعة، فإيمانهم بوجود اليوم الآخر والحساب والجنة والنار يقوي لديهم وازعا داخليا بالانضباط. أفكر أستنبط من الآيات الكريمة الآتية ما تدل عليه من آثار اليوم الآخر: 1- قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الاستقامة على طاعة الله تعالى وتربية نفس المؤمن على البذل. 2- قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أي طاعة الله تعالى والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. التقويم: السؤال الأول: أعدد آثار الإيمان باليوم الآخر على الفرد. استقامة المسلم على طاعة الله سبحانه، يربي المؤمن على البذل والعطاء، يخفف مصائب الدنيا وهمومها ويدخل إلى الصبر ويدفع إلى الصبر على الشدائد. السؤال الثاني: الإيمان باليوم الآخر يسهم في حماية المجتمع من الجريمة. أعلل ذلك: لأن التصديق والإيمان باليوم الآخر يمنع من ارتكاب المعاصي وانتشار الجريمة. السؤال الثالث: يدفع الإيمان باليوم الآخر المسلم إلى الاستقامة وعمل الخير. أبين ذلك: الإيمان باليوم الآخر يدفع المسلم للاستفادة حتى يفوز بنعيم الجنة العظيم وخوفه من النار، يدفعه للابتعاد عن المحرمات، ولأنه سيحاسب على كل صغيرة وكبيرة من فعل وقول. السؤال الرابع:
الإيمان باليوم الآخر يخفف عن المظلومين والمستضعفين. أوضح ذلك: لعلم الناس أن الله يعاقب الظالمين وينصف المظلومين، وهذا يؤدي إلى الطمأنينة والرضا في نفس المسلم، ولأن الظالم لن يفلت من عقاب الله. السؤال الخامس: أقارن بين سلوك من يؤمن باليوم الآخر وسلوك من ينكره في المجالات الآتية. 1- الصبر على المصائب. المؤمن يصبر على الشدائد لعلمه بأن الله سيجزيه على صبره خير الجزاء. الكافر لا يصبر على الشدائد ويعترض على قدر الله عز وجل. 2- التغلب على الشهوات. المؤمن يتغلب على الشهوات والأهواء بسبب استقامته. الكافر يكون عبدا لشهواته وأهوائه ويسلم نفسه إليها. أسئلة الوحدة الثانية: أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي. 1- المقصود بالشفاعة العظمى، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحشر ليبدأ الحساب. 2- سمي يوم القيامة بالطامة لأنه يفوق كل ما سواه من أحداث. 3- اقترن في آيات كثيرة ذكر اليوم الآخر بالإيمان بالله سبحانه، وهذا يدل على أهميته. 4- الإمراد بالصور في قوله تعالى: ونفخ في الصور بوق ينفخ فيه إسرافيل. 5- الصراط هو طريق منصوب فوق جهنم. 6- قوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، يدل على أن يوم القيامة لابد منه ليتحقق العدل، فيثاب الصالحون ويعاقب المجرمون. نناقش: الإيمان باليوم الآخر يخفف عن المظلومين لعلمهم بأن الله سبحانه سينتقم لهم يوم القيامة، ولكن ذلك لا يعني الاستسلام والذل والخنوع. ينبغي على المظلوم المسلم أن يأخذ بكل الأسباب لرفع الظلم عن نفسه والدفاع عن حاله.